فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كفالة اليتيم لها صور مختلفة؟ فمثلا أن يرسل الرجل لعائلة من الأيتام راتبا شهريا، أم أن هذا مقتصر على تربية اليتيم والقيام على رعايته؟ نعم، هل كفالة اليتيم لها صور مختلفة؟ فمثلا يرسل الرجل لعائلة من الأيتام راتبا شهريا، أم أن هذا مقتصر على القيام بتربية اليتيم والقيام على رعايته؟ تربية شيء والنفقة شيء، تنفق على اليتيم وتربيه أيضا، كل عملان جليلان، تربيته والإنفاق عليه. نعم.